لاباس عليكم، تكون نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله. الجديد ديالي اليوم هو الروتين اليومي في الصالون ديالي. كل يوم نصور لكم اهم شخصيه في الصالون ديالي او اهم خدمه قدمتها في الصالون ديالي. واليوم غادي نقدم لكم بروشينغ بليس كوب شوفو افيلي. تفرجوا معايا وشكرا على المشاهده. اول حاجه غسلنا للكليانة شعرها، ومن بعد وقطعنا لها لا كوب ديالها افيلي. شعرها ناشف بزاف وطويل وما صالح لوالو، ولكن حصلنا على نتيجه رائعه، كوب جميله جدا كما كتشوفوا. ومن بعد صايبنا ليها بوشينغ سامبل كما كتشوفوا، وكانت النتيجه رائعه جدا. كان تيطلب منا شعرها شويه د الوقت حيت ناشف وطويل، وفي الاخر تفاجئنا بالنتيجه كما كتشوفوا هكا. نتيجه ممتازه جدا، بوشينغ رائع، كوب جاتها رائعه جدا، وطبيعه الحال كليانه بقات قبلت المرايه شحال عجبها راسها، فرحانه بهذه النتيجه هذه كما كتشوفوا قبله ومن بعد. نتمنى الفيديو يعجبكم، ومرحبا بكم عندي في القناه ديالي وفي الصالون ديالي رازان بوتي. والى اللقاء، الى الحلقه المقبله ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو معايا في القناه ديالي، وغادي ندير لكم المزيد من الروتينات اليوميه في الصالون ديالي. مشاهده طيبه، والى اللقاء، الى الحلقه المقبله ان شاء الله.